شهدت مباراة المنتخب الوطني العراقي الودية ضد الأكوادور مساء أمس السبت على ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية، شهدت حالة أثارت الكثير من الانتقاد بين الأوساط الرياضية العراقية تخص قمصان لاعبي المنتخب الوطني العراقي. وظهرت الحالة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي وخسارة المنتخب العراقي لقميصين، حيث تمزق قميص أكثر من لاعب خلال مجريات المباراة التي أقيمت في ملعب أتلتيكو مدريد كما قلنا في العاصمة الإسبانية ضمن تحضيرات أسود الرافدين لخليج 25 واستعدادات الإكوادور لمونديال قطر 2022. ظهرت القمصان ممزقة عند منطقة الصدر والأكمام كذلك والكتف، إذ أعرب العديد من المتابعين من الجمهور العراقي أعربوا عن استغرابهم من رداءة القمصان، في حين بادر عدد من العراقيين وأصحاب المتاجر إلى التطوع والتبرع بقمصان خاص للمنتخب العراقي وبالمجان. السلام عليكم، أنا كابتن أحمد الهاشمي صاحب ماركة سمبس الرياضية، ماركة رياضية عراقية، مستعد أجهز المنتخب الوطني العراقي بدريسات اللعب كلهن. ماركة عراقية كواليتي عالي وجودة عالمية، يعني أتمنى أن هذه الرسالة أو هذا التصوير يوصل لوزير الشباب والرياضة، يوصل للجنة الأولمبية، يوصل للناس المعنية بهذا الشيء، لأن صعبة، يعني صعبة والله، حرقت قلبي من نشوف الصور مال ولدنا مشققة دريساتهم. ليش يعني؟ شنو هذا مظهرنا؟ هذا أهم شيء إحنا قدام العالم العراقي، بين من هذا الرياضة كل الدول تهتم بها بس إحنا لا. وأنا قد كلامي ومستعد أي أحد يتواصل وياي أجهز المنتخب بأرقى دريسات أخلي الناس كلها تحكي بيها. شكرا لكم. انتقادات شعبية طالت اتحاد الكرة بسبب رداءة قمصان المنتخب الوطني العراقي في مباراته الودية أمام الإكوادور. ذهب البعض منهم إلى التشكيك بصحة التعاقد مع شركة جاكو، في حين يرى آخرون أن لا داعي للتركيز على قمصان المنتخب ونسيان النتيجة والأداء الرجولي الذي فرض التعادل على المنتخب الإكوادوري والذي يستعد لمونديال قطر. وكانت هناك جملة من التعليقات وردود الأفعال الكثيرة التي اخترنا لكم ما جاء فيها عن تمزق قمصان المنتخب الوطني العراقي أمام الإكوادور، وستظهر التعليقات الآن أمامكم على الشاشة. نبدأ مع تعليق لراضي علي راضي، يقول حتى ملابس المنتخب العراقي وصل إلها الفساد، الأحزاب فضيحة كبرى للعراق أمام الدول، تبديل قميصين للمنتخب العراقي بعد تمزقهما باحتكاكات بسيطة الآن أثناء مباراة المنتخب مع الأكوادور بسبب نوعية الملابس الرديئة ونهب الأموال المخصصة للملابس، لا يوجد شيء في العراق لم يصل له الفساد. هناك مداخلة من الإعلام الرياضي علي نوري، يقول علي نوري نحتاج الصبر على اللاعبين، نحتاج إلى خوض مباريات عالية المستوى، نحتاج إلى الدعم والمساندة بدلا من التجريح والتنمر. الخسارة بهذه النتيجة هي فرصة ذهبية لمدعي الإعلام وأصواتهم المسمومة حتى يذبحوا المنتخب الوطني ولاعبيه بسكين عمياء. أيضا هناك تعليق آخر من صادق العبيدي، يقول صادق من تعاقد الاتحاد أو التطبيعية بالأحرى مع شركة أمبرو، جماعتنا ما قصروا بالتسقيط لدرجة انطوا معلومات حتى للبرنامج الساخر البشير شو وعن وزن الكرة وما شابه ذلك، والكل يعرف صار من تحشيش وتسقيط حتى على نشأة بوقتها، بس اليوم الكل يلتزم الصمت، ما دمرنا غير الجيوش الإلكترونية. تعليق آخر من أحمد جبار يقول احتمال التعاقد مع الشركة كان وهميا وغير رسمي عكس شركة أمبرو التي استعرضت طقم المنتخب الوطني العراقي في مواقعها، بعدين تمزيق قميصين ما يأثرا على سمعة المنتخب. أيضا تعليق آخر من علي حسين يقول تجهيزات المنتخب ليست من الشركة الأم بل مقلدة، واحتمال كبير تكون من حافظ القاضي.
تعليق من محمد الفريجي سيظهر تعليقه الآن على الشاشة، يقول أخي العزيز ماكو عقد بين الشركة والاتحاد، كل ما في الأمر شخص متبرع قدم طقم المنتخب، يعني الطقم مو أصلي، نقدر نقول درجة ثانية أو ثالثة.